مواطن ليبي والاسم ياسين جمع احمد قلو، كنت متجه من طلال العاصمه الليبيه الى العاصمه التونسيه، من العاصمه التونسيه الى الجزائر عن المنفذ بوشبكه. كانت المعامله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني البوابه التونسيه البوابه الجزائريه اقل من ربع ساعه المعامله، واخوتنا الجزائريين تبارك الرحمن يعني ما قصروش يعني. لا والله رحله كانت علاج ان شاء الله، وشويه سياحه للصغار ان شاء الله، لكن 90% علاج بقدره الله تعالى في الجزائر العاصمة بقدرة الله تعالى إن شاء الله. تردد على دولة الجزائر منذ عامين أو أكثر، وأشكرهم على حسن الاستقبال والمعاملة الحسنة. والجزائر وليبيا بلد واحد، بلدان شقيقان في كل شيء، في من ناحية الظروف الاجتماعية مقاربين لنا هلبة، ونشكرهم على حسن المعاملة وبالأخص الديوانة يعاملوا فينا معاملة حسنة بارك الله فيهم. وأنصح بإخوتنا العرب في جميع بلدان الإسلامية بالزيارة إلى الجزائر. الجزائر بلد إسلامي، بلد سياحي، بلد تجاري. أنصح كل مواطن عربي بالزيارة إلى الجزائر، وأشكرهم على حسن المعاملة. يعاملوا فينا ما شاء الله يعني معاملة طيبة. في بلدنا ليبيا شقيقة، بأي جزائري كان نستقبله على 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 عيننا وراسنا. كنا في بلد الجزائر طبعا، والحمد لله كانت زيارة ناجحة وموفقة، كشعب كحكومة يعني الحمد لله. إنسان يعني اللي ما راحش الجزائر كأنه ما شاف شيء يعني من ضمن، الحمد لله كشعب كحكومة الإنسان يأخذ راحته في هذا البلد العظيم. ولايات الجزائر أكملها كانت في رقة، وشيء طبيعي ومش غريب على أخوتنا الجزائرية أن بطيبة ضيافتهم لنا. والحمد لله ولاية باجة، ولاية قسطنطينة، ولاية سكيكدا، البلادة جيجال، ولاية بجاية، الحمد لله أن الواحد خدي راحته. ونودع أخوتنا وإن شاء الله نكون زيارة قادمة بتكون جميع ولايات الجزائر، ومرحبا بهم حتى هم شباب الجزائر، عائلات الجزائر، كبار صغار نساء، يتفضلوا في وقت أخوتهم الليبيين، مرحبا بكم في وقت. فهناك الإدارة وعلى رأسها المديرية العامة للجمارك قامت بعدة تسهيلات كما ذكر في السابق، أي نقوم نحن كإدارة جمارك بإعطاء جميع الظروف الحسنة واستقبال المسافر في ظروف حسنة. كما أضيف أن هناك مناطق أو بلديات حدودية معفاة من تحصيل قسيمة المسافرين، يقوم المسافر بدفع ما يسمى ببطاقة الإقامة الصادرة عن بلدية الإقامة.